الباغي سيدي الباغي يعفوغ الحب بيك يا قيس التمر السعر ولا الحب النوايا العار
بالوري زريقي ونسايي حمد غايك يا سيدي ربي الغردي مونية نسري والساني ميمنا غطو درت نغايي مرحبا بك يا مدى ولا انت ساو فنان مونكي ديك نقاك اسمونا يخلي ساوي اللي بان ما دنا نياك الغاد لخوال ولا قصيد النغية يا جل محبين ونعود تنغيك يا جل فاهم سهل ما دنا نغيك يخلي ساوي الغسان ما دنا نغيك مرحبا بك يا مدى ولا انت ساو مرحبا بك يا مدى ولا انت ساو تنمونك ايديك لقا قاسمونا مرحبا بك يا نيقان سودك نيا تنمونك ايديك ميار قادر نغايا سقساقي غزين سقساقي دونيا اغيق السعر هنا مرحبا بك يا مدى ولا انت ساو نلمونك ايديك لقا قاسمونا مرحبا بك يا مدى ولا انت ساو نلمونك ايديك لقا قاسمونا مرحبا بك يا مدى ولا انت ساو نلمونك ايديك لقا قاسمونا الإذاعة الجمعوية راديو تسكدلت الإذاعة الجمعوية الأولى بتسكدلت وهلالة والتي تهدف بالأساس إلى خلق مجال إعلامي للحوار والمساهمة في التنمية والتعريف بالمنطقة تسكدلت وهلالة ولا تهدف للربح وتشتغل وفق تصور جمعوي هادف لا يسعى للربح وليست له أهداف سياسية ولا عرقية أو غيرها من أشكال التفرقة بين الأفراد وتشتغل الإذاعة وفق نطاق تحريري يلزم المتطوعين بها وفق هيكل منظم. السلام عليكم ورحمة الله أيتما ديسما الزل نربي فلاتون الحلقة تمزوارو تنغد أسايس أمزوارو حماس راديو تسكتل راديو تسكتل غيك ليسنا إيقا يتين راديو دار الأهداف في المنطقة نسكتل دهلالة حماس الحلقة إن شاء الله بحول الله ردي نخ إلين توقت إمصورين حمست الميدان العمل الجمعوي حمست نتقدلت دهلالة حوم زوارو أنسني مير إداعات جسور اللي قانتم زوارو الإداعات انتم سمونين حمست المغرب سون بداد نس سيل غطاس محمد جميلة ولانتات دانس نمير قمات نحيونس ناجي اللي نحمس لإخراج الحلقة إن شاء الله صغير كان أنس مرحبا قمات نحسي ياسين باللوقيد ترحب بك جنة سي سعيد سي عمار باللوقيد أول أنت ترحب بك جنة ودى سي سعيد باللوقيد إكليس الناس ياسين باللوقيد المحافظ الجامعية إيقيا اللي ديوش كان من القنيطرة أرمس نربات باش أدي حاضر حمس الحلقة إكليس نمتيري العمل الجامعوي ورداش كي لقات تبعات العمالة دارس نمير قمت نحيا سيدي ليش كان من الرباط الفكاوان أكي حضر باسي سعيد أرنتشكار راديو تسكتلت أرنتشكار المقدمة نخليس نتفتخر المنطقة تسكتلت تيغان سعيد باللقيد أرنتشكار الإداعة الجسور أول إداعة جمعوية في المغرب
اللي تخدم نحل العمل الجماعي نشكر ولا نتنير نشكر جميع السلينا تابعين الغيلات أركن سيمير السياسين سي عمار باللقيد مرحبا ولكن تشكد حماس للمدينة نضل بدا باش هديت حضرت حماس سوقي وراد اللي حلا غيلات حماس نتو الزوم نسيديو حربات غيد أركن تيني مرحبا وانك كحفظ ربا وداس السعيد أركن مرحبا بزاف المقرار اللي احتسكرت نتمنى لك التوفيق نتمنى التوفيق سميتو الهلالة وتسكدلت نتمنى لهم التوفيق و مرحبا سي عمار اركن سنيمر كنتيني ايو زنك راني زور نقدر نبداو الحلقه وصور قيسيلا ما يقول رانا بسم الله دوماتنا هي سين باللوقيد المحافظ للجمعيه نراك دحت فكت يات النبدا مزين فماس الجمعيه ايكيا سي سعيد جمعيه ايكيا للتنميه والثقافه والرياضه الجمعيه بدا 2011 جامعة دي بار اللي احتكرها الجمعيات الحمد لله درت بزاف الأهداف اللي ترفلس نتخدم وخرت فكرة الصعوبات حلميدان نتمنى الشباب المنطقة باش التعاون معيوين نحو قنس الجمعيات قيسنتي اللي تيريزو ندكييني تغسل اللي يعني ويساء نقية أول لايف مرنند أول مباشر تستقبل كيس الجمعية اللي كانت هناك جمعية إيجيار كبارا نتشكر أنا نتمنى الإخوان كله تنشباب إيجيار باش هاد نخارط ماديا معنويا نحل الجمعيات باش إن شاء الله تحقق الطموح اللي تستر الحمد لله الجمعية درس الأهداف النس مدى القريب مدى المتوسط مدى البعيد والحمد لله لان بعض الاهداف اللي حتنجح الجمعيات ولو لان الصعوبات وان شاء الله خير لقدام سياسيين الجمعيات نون جمعيات ايجيان غد الجمعيان اي تيجيا كلو تنمناو يدورانا كيسيلان الجمعيان ايجيا مراكيني غيلا دارت خدامة حسب عاي دوران واخا اسماد اللي كان ايجيا اسمون العدد دوار 11 دوار الجمعيين إيجيا غيلا تكون الأعضاء نسا المنخرطين نسا غوضوار نمزوت تكون بوقدور ويدوران أوني أماغور أي تسعيد يوسف إفغل أولا يقاني دوران للا نغيلا تحمس يا تماما حيث أننا الجمعيين إيجيا تتفوق دخ خيال الفريق اللي تمارس انت كورت وكان المواضيع هذو كله كانت تنحل الفرقايا اللي كان الاتحاد الرياضي ايجيا غيرنا حديت فوق الفكره ديالنا تاسيس جمعيه ايجيا والحمد لله مازال حنا حاجه لدوك الدور الاخرين ونتمنى باش ينضموا للجمعيه ديالهم بالافكار ديالهم ويدعموها وان شاء الله خير هذا هو اللي كاين اي اختينا ربي السياسيين ركزني مير يوزنك السي عمر باللوقيد كاين غسان ان شاء الله تشكيد باش تمثلتي خلان يقولنا نسن السكنية تمسمون تحسن أدنيت اسمها الجمعية يقولنا الكبرى نركا ده تسول فمس الجمعيات ما يقال الأهداف نغد مترم الجمعيات اللي تسكن مغيلات كأبناء يقولنا نغتروا يقولنا نركا الجميع الحوايج الجمعيات نسكر تمول الشباب نسكورت توغزيفين اللي هو المسدح انت تحل المنطقه الهلاله كني غير درت حيه ما تسكرميان الدوري اسمه الدوري خلان لحتو غزيفين توغزيفين منطقه وغد غير قال الهدف الاول حدارو انت كورت كان الهدف حاجه يضني الهدف الاول اكن سيمير سي عمر ان شاء الله رد نادو انساو الفماس القضيه من الدوري نغد تنون تحمست يقولان سكي حنا كشوند الجمعيات الايجيه ولا تني لا درسنا الدوري غاخدنا انا سمون تاكور تحيه البلاص ان شاء الله عندنا درس سياسي باللوقيد الجمعيه نون تسكريات المبادره باهره مقول اللي متفق انتو تنميد همس نتسجل الهلاله دبر الهلاله تقات التضامن دغمات نحو زعما عبد الله ان السيد اللي كان عبد الله هو زعما قال معتقل رنا المعتقد الأرض سيد الطريقة اللي هي دفع عفوا كنز غدا الديوين سبب اللي هي دا رنا ظلما تسكرمية المبادرة بها رام قول غيكليس النهر العاود هيني تسفقن في السوق تنميد نركة تحت سول في التضامن نون
ماشي تضامني زوين راه الناتي سنات ولاد هي سي سعيد. اولا قبل كل شيء جمعيه اقيات كاع تمارس التنميه الثقافه والرياضه وتلقى جمعيه حقوقيه اللي سنا باش نكنينا نسكر التضامن باش ندفع في السيدات بحال المسائل القانونيه انا هكا جمعيه انقيه تلقى جمعيه تنمويه الثقافه والرياضه السيدات نسكر الحمله يد علاش كاع قمتنا نقر ديد سي كاع يوصل دوار يقعص الخطايا مهم يديكي مسكين غي كان دون منوع ديوان الله يفق صراحه في هذا العواشر ان شاء الله بحول الله حديث الحياه غير هذه من غير نتنياتي بدا درت لنا عواشر معايا قرب العيد وقرن غير درتيني مبروك عواشركم اجي كلشي انا نسمع كل غير هذا كلشي راه سوا في الدوري كلشي راه الداحي في شي حته مازير وكان الحمد لله الجمعيه الانقيه اللي ختسكر تضامنات دقمه نهار عبد الله تفكاين هي المفعول اللي قيسنا راه ما يضل نسطرني كنين راه دي سن السيده بعدا يسنكتي ماشي سكيد سكيد غير هذه تعتقل نفكر استقاش اللي ستينيني شي حي نكني الذي القلوب النحني الذي جسم الدين كلشي والحمد لله اللي حتسكر الحملات نكتشف حتى الحاج اللي لنا ماشي ورتنسن الحمد لله الخير الاتيا والسنخيقيه الى الحب كاع العائلات المواضيع والحمد لله اللي غنسكر التضامنات تفكر اللي نرى نفن الطلبه المحسنين الله يجازيهم بخير كانت الفكره درت تسكر بلا لا بوبليسيتي بلا والو بلا اشهار لا حتى حاجه مهم السيدات خد الا الناس صيفدني هذاك بريفي راه صيفدنا من زعما مستور لا سواء تروان ويدوران بزاف لا الدراري حال المنطقه لا نطلب بعد الجمعيات نصيدر نتشكر حنا من بيراد اللي لنا حنا واحد نسوس مع الاخ كتيتنا ايغا يجين السيد اللي الهوايه نسيقه الصيد يا ولي ندرتي من الدكان بزاف تنتنات نبهران تشكر السيد انه ورجوت التون وكان الحمد لله هذيك اللي ساكن يخلط التضامن الحمد لله هاد السيده هذا الحمد لله ونتمنى والله يفك صراحه هذا هو اللي كاين امين السياسيين راسوا نساو الفمس القاليان تضامن عبد الله وزاد انا كذا حشيان تقرير مبسط فمس الحملات التقرير راح خمان جيت مش كم عندنا دي سي ضامن مش كان سمون حماس رنا حماس تضامن هذيك غران ليسنا اجيه بانه هذيك تضامن غران حيت الناحيه رنا الجهاتي هذني نرسل لي ضامن ان شاء الله يا سي سعيد احترم السؤال انك كي تقيت منخرط حقوق الجمعيه الانقيه الا دارك المبلغات زعما اللي هي تسقسات واني حبا انا غادي نتحفظ واحتراماتي لا فامي ديال هذا السيد هذا يمكن ما غاديش نبوح بهذا المبلغ هنا واحتراماتي السؤال كي لسنا سي سعيد باش هكا وضح الفكره ماشي سعيد انت في كي سؤال كصحفي باش مدني نويني يعني كي غير في لا فامي السيدات يكفي مدني ساهمني المنخرطين وين دي المبلغ هذا مش زعما ديمون اللي كنصحني كي غايلينوك زعما المبلغ هذا راه صفر هاي كان ساي في السؤال ماشي هضر جاوب هذه زون ديال او يا كما سعيد نكني غير داخل لي سنين اولا كان نتلقى على الافكار غير باش نسوق مية الرساله يفولكين في المنطقه نحو كانني كي غير تدار التحفظ غير في لا فامي زعما في العائله تنحتارم هذيك هذا الشيء قال الحال ولا نكني على المنبر هذا نستفيد وكان اللي قيسي قول وكان اللي بعرفو اللي كاين حنا الخيرات غير اللي ساكنني بان تزرع الماء التضامن حتى رول المنطقه السن ما ديان الدور الجمعيه واخا ورتقيس انكم غايلين راه المساله يا وين والحمد لله حتى كتزن التجارب دارت نجحت هذا اللي كيتي لي الامل التيني التحدي وربرت كيتم راه تقدر تضحي الدولين تتقول بان راه ان شاء الله كاين اللي غيكون موراك الى عييتي ولا هذا حتى تصورت كان يهزهم ان شاء الله هذا هو اللي كاين اي قال لها السياسيين ركسني مير هيك اللي نزراتو قلت المجموعات تضمن السي عبد الله وزما اللي حليت كي انت قلت مشرف في المجموعين اللي قال ملتقى إيجيات حسول في الملتقى إيجيات إيه. ما قال الأهداف نزول أنت تخيط نظرات صغيرة تفوق الأهداف نسلس الواقع أكبران عن الواتساب باش كي نسمس الواقع أكبران تشكر السي سعيد في الأسئلة صراحة الله فولكين بزاف مرحبا سيدي إيه تلات المجموعة جروب الواتساب اسمه ملتقى إيجيات
أرتعلق ستروني قيا حلمين بارد أرتر أرتعلامح كل ما يجاني يوسني قيا يراديك شمس المجموعة يد مرحبا بيتي الصريت تصني كيجي خلادي مين حل المجموعة يد يكت الطهر بو مهدي هذا مصطفى أجناو جمال باللقيد الصف كل لغيد قال لي زاد مين المجموعة يد مرحبا وكان الهدف حل المجموعة يد ما تيجان هي التواصل قراتنا حل الشباب عند سنين قراتنا وكان رجيس نتناقش ما يتعلق سجمعية الإيجية ما يتعلق الشأن المحلي تسجدلت اللي هو انتضامن نتعاون جميع الجهات المنطقة باش دارن خا يكون بخون إن شاء الله يكون مزيان أركز نميرا السياسيين ردهن زريدة بمتنة السي عمار باللقيد غيك لسنا الجمعية تمينوت اللي ريلي همسني خلان اللي مسم جمعية خلان الكبرى صغي كان ارتحيه المياه الدورين تكورتودا ايه يا سي سعيد الدوريات مشكل الفروقها رقسي شارك دمي قال الاهداف الدوريات دمي قال الهدف اللي حالة تسكر من الدوريات الهدف هو نسمون العائلات نسمون ادوارنا نخول لان كلوتنا التوسن الشباب دين قرات باشات دان سمازيرت ورايا دي تدان قبل نغد لما يتدان شوية الدورات السنين قرات سن نادو ماريت الداغي يا اخي الدصيف يعني الدوتا غرس ورات مقرن وكنا عزمان نسمو قر العائلات قالت لها الفكرات فولكي ماني حتيو من الفكرات اللي هان سوال في الافكار ماني حتيو سي من الفكرات باش تسكر من الدوري ها ما ست اخولان وخير قيسي لنا العام اللي زرين كيري مغيله دات سي مغور من الدوري انا ديك الفكره هادو سي حزدا حسبتني توسو دار دار اتحاد القيا دار جمعية نيجية جمعية نيجية هي اللي ريحة ظلام الدورية ريحة ظلام الخيران هي هذه الفكرة ريحنا أنا والدراري ديال المنطقة وجبنا هذا الفكر المهم طبقناه وجاب الله تيسير ونجح الدوري في الدورة الأولى والثانية إن شاء الله راه غادي أركن سنيميرا السي عمر كي أنت كي تحل لجنة تنظيمية الدورية اللي ريحة كلها أييه صغير كان راك نسقسا الجامعه الهلاله يسجي السكن كانت تنسيقيه يا اسدار المكران غد وراس ندار بوالو تسنى والو راس ندار بوالو المهم تني السن ما قال الحال السن غد اساس نتنا حيت لا الفرق كري حاس نتنا ملي السن حيت ماشي عندك اش كاين السن لا ورتسنى والو صراحه تسنى حتى يتراوس سي عمر الدهن زري دار السياسي باللقيد المحافظ الجامعيات تسجلت رده الدوسيات اللي حنسول في الدوري انغامح الدوري كني غير الدوره الرابعه لدوري السوق سبتنيت والسوق العام اللي زرين نزرى الدوري شاركت كيستو قلت للفرق كيف كاين الصدى مقاول حماس الايجيه ولا تسجلت وراح يقول لنا ورا حسن دالا كليستيني الرئيس للجمعيه وراه المنطقه كلها العماد ما الفكرة غد ما سنوه ما سدح سكرم هالدورية للسياسيين باللوقي ما الأفكار إموينا غنسموق الغلال الدورية خلان ريليح خلان الاثنين رقسي للدوري ريلي الدوري حو ياسين حزدر واسيف الدوري حلحلات الدوري حيتوسو ما الأفكار غن إموينا دار جمعية إيجيا السلام عليكم السي سعيد نتسقساتي غمينو خدورة الخامسة إن شاء الله الدورة الخامسة هي أمينو مرتيق إن شاء الله لن الأنشطة الموازية للدوري حتى النار بي لن سلغ الكواريس الجمعية الإيجية إن شاء الله قرب الفغن أرض طبيق إن شاء الله بحول الله وكانك الإيداع بقي لدي التواصل إن شاء الله حيث الوعود الجمعية عتفك وعد المنخرطين المتتبعين خصة تكون قد على المسؤولية اللي لنا ساعة تدف لسن سوال هو دوري كرة القدم إن شاء الله بحول الله الدوري تنون غيك اللي حيث والسوء غيك اللي تيوسن ميد الحمد لله الدوري نكني ارتفاضي الجمعية في اللجنة المنظمة اللي تقان تقريبا نص أعضاء الجمعية تستعان اسم الدليقاني البروفيسيونال الميدانا لكي يكونوا أدرى بدك الشي اللي كيديروا وكنستعانوا بناس اخرين في التحكيم في عصبات سوس باش بدا تغامى لا كولور الدوري في المستوى
والحمد لله هذا الشيء هذا كيشرف المنطقه زعما يفكا حيا هي الكولوري فولكين. وكان غير كلي سنتين قمتنا عمر هو الهدف الدوري هو صلة رحم تواصل بين الشباب غير كلي سنان كني تكورتو جوج تنحقير علاش حيت انت تيروني العدد الجمعيات حال المنطقه جمعيه الانجيه تسكر دوري غير تسموس تولي دراي اللي غاسكوسي ان شاء الله فريق دارس العمرنا فريق اتحاد رياضي انجيه 25 عام تقريبا ني دابا هاد الحياه اللي كيتلعب اللي تشكل الفكره ان نسبتني توسو استصاد الشباب النس ان اللي ساكوين مترا مستغسان تشكل الفكره هذا الملعب باش يتسكر غير اللي يسكرني اللي يسكر المحسنين ارت مهران تشكر ضمون خارطين الجمعيه الحمد لله يتسكر الدوريات يفكان يطل انطلاق الجمعيه الجيه الحمد لله من نوط الفروق قد يوش كان غين شارك انتخد دوري وانت لي فكران العمل الجماعي منهم بزاف منهم بيقريزان منهم وكان شكرهم من هذا المنبار منهم الناس ديال من تزرور اللي هم اصحابنا وحبابنا الفكرة ديال العمل الجماعي جات خدوها من سبت اي تواسو مهم جاتهم هذه الفكرة بان راه مزيان الفرقة الجمعية ورجعوا للبلاد وكاينين الناس اللي كان عارف ما عمرهم جاوا للبلاد مده ديال 10 سنين 15 عام جاوا فشاركوا في داك الدوري حبوا البلاد وجابوا افكار جداد لبلادهم وخدموها الحمد لله وهذا هو الهدف عندنا في داك الشيء ما كاين لا اهداف سياسيه لا حتى حاجه والحمد لله الهدف عندنا هو نتوحدوا ونخدموا المنطقه ديالنا وهذا هو اللي كاين اللي نسمو قول السياسيين الدوري هذا اللي سكر تسمو الدنيا اما تنسبني توسو إيش كين صدى مقارن حماس إيجيا السبتني توسو خصوصاً السبتني توسو ولا تيو عرفتو تحماس المنبرات حماس الليسيت حماس المدني براني سن الدوري نيتوسو وغادي كين صدى لأن الجامعة يعني إيجيا تنت تلعب الدور حل الإعلام حل ميدان ديال القضية هذين الدوري هذين نيتوسو ما كان ولي نسل قدام لان غير هذا يسقسنا لقدام ما الافكار داروا لا تنزل واحد الدوريه اللي سي قدر هذيك كرا الموسم مقون اللي قدر هذيك كرا المهرجان يقدر إيه ان شاء الله لان الاهداف ان اللي سولت السي سعيد تطرت الجمعيه الانجيه على المنطقه نسبت نيتوسو الا المساله اللي استنيت اتطور بعد السوق يحتينا ربي باش هيك هيك يو بارز اللي سيمكنك استقبلت وين الخيرات اللي في نسوا الغلا باش ان قيسي المهرجان اللي قيس ماراثون اللي قيس دوري علاش لا ما دوري غير 12 فريق مع الدوري بدا 6 الفرق اللي حنزرى الاقبال دار بزاف في المنطقه من 6 نغلي 12 يقعد نحال السياسيين أركن سنمير إن شاء الله كل ما ترجم جمعيا إيجيا إن شاء الله ريك تحقق دام تمنى التوفيق الجمعية إيجيا غيلا دران غاما ديان إيميك أمارقن قمتنا حياسين باللوقي دام مارقن سنيت لأرامين سليد غيلا أن سنمير قمتنا المخرج سي الناجي لدينا هيلان غيل هماس نسيديو جوصور هماس نربط